30 سبتمبر 2024 استراتيجية من قناة المشهد. أهلا بكم. لخص المشهد فيما يلي: رشقات صاروخية من لبنان إلى شمال إسرائيل، بايدن يعارض هجوما بريا إسرائيليا على لبنان، رأي شخصي ما تصدقوهوش وأسأل ستلو في الموضوع ده. الواشنطن بوست بتقول غزو لبنان قد يكون وشيكا وربما خلال أيام، برضو ما تصدقهاش لأنه ممكن يكون خلال ساعات، وستلو برضو هيوضح لنا هذا الأمر. مصادر إسرائيلية بتقول إن القيادات الإسرائيلية مندهشة من ضعف رد الفعل من حزب الله حتى الآن. هنفهم برضو إذا كان ده شيء منطقي ولا ده شكل من أشكال التمويه. الجيش الإسرائيلي بيعلن استمرار استهدافه لمخازن صواريخ حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي بيقول المرحلة الثانية من الحرب على حزب الله ستبدأ قريبا. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل والتحليل فمع ضيفي سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع، والأستاذ الزائر بالنيتو والأكاديمية العسكرية في بروكسل اللي برحب بيه والحياة مجمع له عدد كبير من الأسئلة. مساء الخير حضرتك سيادة اللواء. أول سؤال يا فندم، إيه آخر التطورات على أرض الواقع؟ تفضل يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. كما نعلم لدينا 5 تشكيلات برية فضلا عن 4 وحدات جميعها إسرائيلية بالتأكيد موجودة على الحدود اللبنانية حاليا. نجد لدينا فرقة 210 دفاع إقليمي، وفرقة 91 دفاع إقليمي، وفرقة 36 مدرع، 146 مدرع، فضلا عن الفرقة 98 إبرار جوي، بالإضافة ل4 وحدات للإنقاذ القتالي. جاري أيضا استدعاء 3 لواءات لصالح الضفة الغربية نظرا للأعياد أو شيء مقدس يتم لصالح إسرائيل. ممكن أسألك سؤال؟ لأن إحنا فنن مش عسكريين. هل ده معناه إنه كل مكونات الهجمة لو حب يهجم يعني عارف حضرتك، أنا آسف، يعني اللي بيطبخ طبخة يقول لك هات كذا وهات كذا وهات كذا، بحيث إنه كل الإنجريدينتس كل المكتبات موجودة، عايز تطبخ أطبخ. هل هم الآن عندهم كل حاجة محتاجينها؟ اللي أكد كلام حضرتك إن في 2 فرقة موجودين حاليا، 162 و252 في غزة. في لدينا قوات موجودة في الضفة. هذا الحجم من التشكيل القتالي على الجبهة الشمالية في اتجاه لبنان يكفي لتنفيذ عملية هجومية. وأهم شيء أن برضو من ضمن الإجراءات أعلن بشكل في الصحف، ليس بتصريح رسمي، قد يكون تسريب أو ما شابه، أن بعض عناصر خلف اللي هي استطلاع خلف خطوط العدو من لواء القوات الخاصة التابع للفرقة 98 محمولة جوا، دفع منه بعض العناصر التي تمت استطلاع لبعض الأنفاق في العمق اللبناني القريب. إعلان عن ذلك إذا كان مقصود أو مسرب أن العملية البرية أصبحت وشيكة للغاية. أيوة. في نفس الوقت بنلاقي استهدافات بنيران بكم كبير جدا مركز كلها تقريبا كلها بالذخائر، يعني قلل المدفعية بقى كلها بالطيران وهي الذخائر الذكية أكثر. في طبعا اللي موجود على الخريطة قصادنا هو تقريبا ربع أو تلت الضربات اللي بتوجهها إسرائيل لحزب الله، بس معظمهم في المكان الأقرب للحدود سواء الجنوبية لبنان أو الغربية لبنان وحتى كفر كلا ومرج عيون كما ترى حضرتك.